حلو ده. شادي موقع ومنصة أبو كبير ميديا، أهلا وسهلا بحضراتكم ولايف جديد أخيرا أخيرا ظهرت نور الشيمي ملكة جمال الساحل الشمالي، وكما بنقول عليه الساحل الشرير. يعني شايفين جمالها وحلاوتها، وعايزه ايه؟ ده عايزه عريس. هنعرف منها كل حاجه بالتفصيل، ولكن زي ما انتم شايفين جمال نور الشيمي، يعني زي ما انتم شايفين اهو، يعني بص اللي هيتجوزها مش ناقصه اي حاجه خالص. يعني نور 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 الشيمي، تعب نيجي كده زي ما انتم ما شايفين ملكة جمال الساحل الشرير تظهر أخيرا من خلال موقع ومنصة أبو كبير ميديا. طبعا تم تكريمها من قبل واختيارها ان هي ملكة جمال مصر، ولكن هذا العام تم اختيارها ان هي ملكة جمال الساحل الشرير. شايفين يا جماعة بتعمل ايه؟ حلاوتها عايزة عريس، وبترقص وبتعمل كل حاجة. ادي شايفين جمال نور الشيمي، زي ما انتم شايفين حلاوة نور الشيمي وشياكتها والأناقة اللي هي فيها. وبصوا لابسة ايه، والدريس الجميل. طبعا احنا بنمدح فيكي لان ده حقك، بنمدح فيك حقك اللي تم اختيارك ملك الجمال مصر، وتم اختيارك ملك الجمال الساحل هذا العام. ولكن الناس شايفة ليه تم اختيارها ان هي ملكة جمال الساحل؟ لانها هي تستحق كده. معنا ومعكم النجمة نور الشيمي. اي حد يكتب عنها في جميع منصات التواصل الاجتماعي لاول مرة تظهر من خلال منصة ابو كبير ميديا، اهلا وسهلا بحضرتك النجمة نور الشيمي. اهلا بيك. الناس شايفة حلاوة نور الشيمي، يعني انت انا شايفك قدامي جميلة ومنورة. تسلم. وانك عايزة عريس زيت، احنا نعرف بقى مواصفاته وكل اللي انت عايزاه. انا عايزة عريس بس كويس مصري ابن حلال غني، عنده فيلا وعربية. كان بيقول ان هي ايه بتجوزاني اهو. هو هيغني في فرحي. طبعا خلينا نتكلم، بس ان هي الناس شافتك في لايف مع حديدة وفي فيديوهات منتشرة على جميع منصات التواصل الاجتماعي في الساحل الشمالي في حمام السباحة، والناس افتكرت ان انت متجوزة حديدة. ده مش بس كده، ده الناس انت اللي قلتي بلسانك انا جبت له عربية وجبت له وجبت له شقة. لا والله، حديد اخويا وصاحبي ووليد اخويا وصاحبي، وما فيش اي حاجه بينا، هما اصحابي وبصور معاهم بس، والله مش اي حاجه بينا يعني. والناس قالت كمان، وانتوا في الساحل الشمالي، الناس قالت ان انت متجوزه النجم وليد سامي. لا والله ما فيش اي حاجه بيني وبين وليد سامي، وانا طبعا ما اقولش ان انا اتجوز حد قمر كده والله العظيم، بس هو اخويا وصاحبي وهو السبب في اي حاجه حلوه بتحصل لي، وانا بجد بلبي له كل الاحترام، مفيش اي حاجه بيني وبينه. النجم وليد سامي طبعا نقدر نقول ان هو الاب الثاني الحديده، وان هو اللي بيرعى حديده. هو حديد ابني وبنتي وانا جوزتهم لبعض. ولكن قول لنا بقى ايه رايك في ملكه جمال الساحل؟ طبعا ملكه جمال الساحل. بصوا يا جماعه عايزين بس يا وليد نسلط سيبك انت بقى كمان من هي ملك الجمال، بس كمان عايزين نشوف بس يا بخت العريس، يا بخت العريس اللي دور حط فعلا المواصفات بتاعته. انت المواصفات بتاعته ايه؟ يكون غني، يكون فقير، عنده عربيه، شحات، وعنده فيلا. طب خلينا وليد نتكلم مع نور، خلينا نتكلم مع نور الشيمي ونعرف من نور الشيمي شياكتها، ستايل بتاعها اللي هي لابساه، وزي ما انتم شايفين بتنقي حاجتها اللي بتظهر بيها قدام الناس. مين اللي بيجهز لك حاجتك والدساب بتاعتك انا اللي بنزل اجيبها. انت اللي بتختاريها نفسك. وبتدوري على العريس مواصفاته ايه؟ قلت اهو مواصفاته. يكون غني وعنده عربيه وفيلا ووسيم وامور. هل حديده تقدم لك؟ حصل. يعني حديده تقدم لك. حصل. ولكن انت صرحتي ان انت هتجيبي له عربيه وشقه.
اه دنيا دنيا مش هتسيبك لو كنت اتجوزتيه. انا قلت له انت هتتجوزني بس انا مش عارف اعمل بطاطس محامير، انت اللي هتعملي بطاطس محامير. كانت دي سبب الخلاف بينهم يعني. فربنا وانا غنيت اغنيه خصمك وبعد عننا. انا عايز اسمع بقى الاغنيه اللي انت غنيتيها الحديده بقى، ممكن تغنيها لنا؟ يلا مع بعض. يلا مع بعض. خصمك وبعد عننا مش طايقاك. شكلها لوحدها. لينا خلينا نتكلم على اختيارك ان انت ملك الجمال الساحل، وتم اختيارك من قبل ان انت ملك الجمال مصر، ولكن هذا العام اختيارك ان انت ملك الجمال الساحل ديت حاجه كبيره طبعا، ان الساحل كما يلقب عليه الساحل الشريف طبعا باللي بيحصل فيه. شعورك ايه وانت شعورك؟ خلينا عايز اسالها بس النجمه وليد سامي، عايز اخد بس معلومات عنها، بس عايز اخد معلومات. قول لي، انا اقول لك انا معلومات. ما انا عايزينها تظهر عشان هي اول ظهور ليها. قول بس عايزها هي اللي ترد. لا انا اللي هرد. انا مدير اعمال. شعورك ايه وانت واخده ملكه جمال الساحل؟ انا مبسوطه جدا والله. معاك حتى بوجيت عادي. النجمه نور الشيمي طبعا لاول مره تظهر من خلال مواقع الالكترونيه، ولكن رفضت كتير يعني، رفضت تطلع في مواقع كتير، ولكن ما بتلاقيش غير على منصات تيك توك بس. بقول له ايه؟ ما تسكت يا ابني. طبعا انا في اللايف. طيب على راي عادي، خلينا نعرف نكمل المسرحيه. نور كلمينا على الفتره، كلمينا على الفتره الجايه، كلمينا على الفتره الجايه. العريس اللي انت عايزاه تقدم لك ناس، سمعنا ان احنا تقدم لك ناس وانت رفضتيهم، ولكن انت عايزه يعني عريس. انا عايزه حديده. ما حديده تقدم لك وانت رفضتيه. طب انا لايف كده. طب انا بقول لك انا عشان هي خلاص هي الاجابات كلها عندها. انا اقول لك انا، انت مصمم برضه. طب يعني خلينا نتكلم على شياكتها ونشوف قدام الناس جمال طبعا، يعني شكلها لبسها الستايل بتاعها، هو ده اللي انا عايز اتكلم فيه معاك. الحلقه دي اتكلمنا فيها بوجي، نتكلم في حاجه ثانيه بقى بوجي. انت عامل مصمم اللي تعيد الفيديو. لا مش مصمم، انا عايزها. انا عايزها اول ظهور ليها، اول ظهور ليها نجمه نيس سامي هي، فعايزه اظهرها للناس اكتر، لان هي ما بتقدرش تطلع في مواقع خالص. خلينا بس عشان وقت اللايف. عشان هي بس ما بتظهرش كتير. طب خلينا نفرج الناس على المايك كده ثانيه. خلينا نفرج الناس على جمال نور الشيمي وليه تم اختيارها. يعني شايفك وانت ماشيه، حركات ملكات الجمال شايفها فيكي في طبع كله. يعني انا عايزين نفرج الناس، النجمه النجمة الكبيرة طبعا نور الشيمي ملكة جمال الساحل. ملكة جمال الساحل، وتم اختيارها من قبل ملكة جمال مصر، ولكن زي ما انتم. انا بحبكم جدا. ثواني بس يا نجمة، خد المايك. نجم وليد سامي، خد المايك. القمر. وبحب الناس والله، وبحب ارائها، بس يا ريت نخف الهدوم شوية. بتشوفي الناس بتهاجمك خليكي بس معايا ثانيه. بتشوفي الناس بتهاجمك على التيك توك، بيبقى انطباعك ايه ووردك؟ بتضايق ساعات يعني، في ساعات برد عليهم بطريقه مش حلوه بسبب هجومهم وحش قوي. ساعات في تعليقات سخيفه. بس بينتقدوكي لزورك مع حديده ووليد. حديده ووليد طلعوا علي ان انا متجوزه وليد سامي، وطلعوا علي ان انا متجوزه حديده، وانا ما فيش حاجه والله العظيم. هو السبب اساسا ان انا اعمل التيك توك هو النجم وليد سامي. انا اعرفه من 6 سنين. هو اللي علمني. انت اللي بتقول اهو. ماشي معاك. هو اللي علمني. كان عندي 3000 على التيك توك. بس انا عاجبني التاتو اللي انت حطاه لك. ايه نجيبه؟ نجيبه اسمه؟ ده ايه؟ برنسس. وانت برنسس اللي تم لاختيارك طبعا ملكة الجمال. شايفين ستايلك في اللبس جميل طبعا، انك عايزه عريس زي طبعا اكيد لازم مواصفاته زي ما قلنا من قبل، مواصفات معينه. ومش اي حد بتقبليه.
لا مش اي حد، عايزه حد شبه ماجد المهندس كده. ماجد المهندس. يعني طب نجوزك حد خليجي؟ لا لا لا، انا عايزه مصري. عايزه ابني بلدي. يعني عايزاه مصري مش عايزاه خليجي خالص. تقفيل ياباني. تقفيل ياباني. تقفيل ياباني. ولكن انا شايف قدامي نور الشيمي اجنبيه، مش شايفها مصريه بصراحه. يعني خلينا نتكلم بس شويه. بصراحه. لا كشكل لبسي ككل حاجه، لا شايفك فعلا. لا مصريه يعني انا.